الموضوع ابتدى معايا ان انا قررت في 2003 ان انا اسيب السياحة. كان بيصعب عليا ان انا اشوف الصناعات بتاعتنا اللي هم بتوع سيوة اللي بيعملوا الشغل اليدوي، اشوف بتوع سانت كاترين اللي بيعملوا الشغل اليدوي، بيعملوا حاجة جميلة جدا جدا بس مش ظاهرة، وهي محتاجة حد يطور لهم الشكل بتاع الصناعة اليدوية دي بتاعتهم. ابتديت اخش على الانترنت واخد كورسات على النت مدفوعة الأجر بالفيزا، ولقيت حاجات غريبة جدا. لقيت يعني أنا استهواني جدا هي إعادة صياغة الحاجات، إنك أنت تشوف الحاجات بأشكال مختلفة. ابتديت أشوف الطلوش بتاع المونة اللي بتشال عليه المونة والمسطرين ده ممكن يبقى شماعة، ابتديت أشوف المواسير ممكن تبقى أباجورة، ابتديت أشوف الإقماع بتاع الجاز ممكن تبقى وحدة إضاءة جميلة جدا. واللي كان بيساعدني من كده ان انا كنت بلاقي استحسان، فيبقى انا مش 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 في مجنون او بيتهيأ لي، لا انا كل حاجه بتعملها بلاقي ناس تقول لي ايه ده جميله جدا، لا دي ما كانتش في دماغنا الفكره دي، ولاقي استحسان. يعني انا النافوره دي عشان اعملها خدت مني شهر تجربه، وعاوز اقول لحضرتك حاجه ان انا بكلفتني اكتر ما بكلفها دلوقتي. بقدر العمل الفني على حد الجوده اللي فيه وحد الشغل اليدوي اللي فيه. يعني انا ممكن ابيع حاجه صغيره جدا وتبقى غاليه جدا، وممكن ابيع حاجه كبيره جدا ورخيصه جدا. هي الفكره انا مش ببيع موبيليا، انا ببيع حته من روحي، حته انا عاملها بقلب وبحب.